شنو هذا؟ 220 دينار؟ ما هذا اللي بجيبي. وين الوعد؟ وين اللي بتغرقك بفلوسها؟ صار عليهم نقعت بالماء شربتك إياهم؟ ما صراحة أنا ما أخذتها علشان فلوس أمها، أخذتها لأني أحبها. حبتك ضبعة، تحملي واحدة مطلقة عندها بنت طولك وتارك بنت خالتك بنت الحسب والنسب اللي تحبك؟ ما ترى فاخرة طيبة وخوش بنت، ولو واحدة ثانية يمكن ما كملت معاي. تشلون؟ روح لها ونيت لي يوم من الأيام وطقيت باب بيتي وقلت لي يا يما صح كلامك ليتني سامعة وماخذ اللي انت تبينها، الدنيا صفعتني لارجع الباب بويهك. اسمع عقب عيني كل حلي وحلالي راح اتبرع في حق الجمعيات الخيرية، وانت برا اطلع برا. زين اعطيني فلوس. هاك شنو معطيني 220 ألف؟ هاك يلا يلا. انت من صدقك؟ حسك ما بيها سمعة برا برا ما برا حسك ما بيها سمعة. زين جاب لي 220 دينار فيهم الجمعية. هالولد هذا وين مخه؟ حاب لي واحدة مطلقة بنتها شطولها؟ حبت القرادة والعرب غير قولي أحبها. مبروك عملية نجحت الحمد لله. الله يبارك فيك يا دكتور، الله يبارك فيك. إن شاء الله هنتأكد من الأشعة المقطعية وهطمنك بإذن الله. يعني يا دكتور راح أشوف؟ إن شاء الله في الأول بس في هتشوف ضبابي، مع الوقت هتتحسن إن شاء الله. يا رب يا رب. تسلم يديك يا دكتور. دكتور أشوف أشوف ملامح يا دكتور، أشوف أشوف دكتور. تسلم يا دكتور، الله يعطيك الصحة والعافية. يا الله بديت أشوف شوي شوي، بديت أشوف شوي شوي. نشمية هلا بنشمية هلا بالحب كله. أنا عندي فراسة، عندي فراسة لما اخترتك قلت هذه الحلاوة هذه الجمال. وش اللبس الزين تعرفه؟ أنت اللي محلي اللبس مو اللبس اللي محليك. أنت أجمل واحدة في الدنيا كلها. أنا دكتورة نويل. دكتورة نوال، دكتورة نوال، إذا 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 هذه هي الدكتورة نوال، أجل نشمية إيش راح تصير؟ ملاك، جمال، حلاوة، بتصير بيضة بيضة بيضة، خلها حنطية، لا بيضة ولا سمرة، حنطية. والشعر لين هنا، الله، والشعر لين هنا، والعيون يا خضر يا زرق. الحمد لله السلامة حبيبي. ايش في دكتور؟ ولا يرحم والديك يا دكتور، رجعني مثل أول يا دكتور. يبا ليش ما نزلت تحت؟ مالك حس طول اليوم وأنا قاعدة بروحي. أبي أختلب نفسي شوية يبا، بعيد ترتيب أوراقي.
قلت لك بروح بيت خالتك انت اللي ما تبين. ما بهدك بروحك. زين قل لي اتخذت قرار؟ أحس إني قسعت عليها وايد، ما بيها تكرهني أكثر. الأخير هي مرتي وأم عيالي. قاعد تسوي؟ قاعد افكر لي فكره مشروع، كنت بدار قعدتي البطاليه بالبيت. وانت ليش تفنشت من شغلك؟ انا خبري شغلك زين وعلاقتك زينه مع ابو عبد الله. اي ضيعت ورقه مهمه حق مناقصه وما لقيتها. شيلوني المسؤوليه وتفنشت. وشنو المشروع اللي مفكر تسويه؟ افكر اسوي مدينه العاب. يعني مبدئيا نطاطيات، زحلاقيات، شغلات تخص الطفل. يعني انت عارف الحين اليوم رب الاسره يودي ولده مجمع يقطع على الطفل 50-60 دينار، انا لا ابيها بنص دينار. حلو والله، برافو الصراحه انا ايدك. يعني مشروع حلو ومضمون وما يكلف. فاطمه ايش رايها؟ للحين ما قلت لها. هي قالت لي فكر بمشروع وانا فكرت. بس احس ما راح تعيدني. أنا أقول ما له داعي تتعب نفسك وتقول لها، أدري ما راح تأيدك. فاطمة ينطبق عليها المثل خالف تعرف، تبي الكل على هواها وتبي الشور شورها، وتبي اللي قدامها يكون مثل اللعبة، تلعب فيه على كيفها وتحركه على كيفها. نفس ما قاعد تسوي وياك. أنا آسفة. المرة لازم تتبع ظل الريال وتخاف منه. مو تقودة. أنا أشوف العكس. أنا أشوف المرأة شريكة حياة قبل لا تكون شريكة مسؤولية. المرأة أمل. الرجال أول ما ينفخ فيه يكون في بطن مرأة. وأول ما يطلع على هالدنيا يطلع يبكي بحضن مرأة. أول ما يحب يحب بقلب مرأة. المرأة ثقة. مو هدف عشان الواحد يفرض سيطرته عليها وقوته. بعدين تعالي، أنا ما أتذكرني أنا قلت لك إن أنا استقلت. مو كان اللي خليتيني أسوي حرام؟ فايزة أنا متحسفة وايد إني كلمتك المحامي. مهما يكون هذا ريلك وبعيالك، تروحين ترفعين على قضية خلع؟ لأني أدري إنه ما راح يطلقني برضاه. إيش فيكم؟ لازم كنت أسوي هالشيء علشان أفتك من الظلم اللي أنا فيه. أنا أبو دارج، قولي الحمد لله حريم هالوقت إذا عندهم ريايل يتشلبون بأسنانهم وبدينهم فيه. أنت برافعة خلع مالت عليك. أحياناً عشان نحافظ على تفاصيل العلاقة اللي بيننا يكون الفراق هو أهون حل عشان نطلع بأقل الخسائر ونتقاسم الألم بكل رضا. أنا أعيش بنفسي وأقول لك القرار اللي وصلت له. أنا بعد خلاص ما راح أذيك وبطلقك بهدوء. فايزة أنا شايلك بقلبي كل حب واحترام وأنت تدرين. والسنين اللي طافت هذه تشهد على كلامي. أنا أعتذر لك قدام الكل. وأقول لك أنا آسف.
آسف من قلبي. كلام الريال مثل السيف يقطع الشك باليقين. إن دامك وصلت حق هالقناعة خلاص أتمنى تكون عند كلمتك وما تغيرها.